التي تحيط بهذا الفرع في المخابرات الجوية. أما من الطرف الشرقي فيستطيع الدخول قوات النظام إلى داخل فرع المخابرات الجوية، لأنه يؤمن من خلال هذا الطرف أمداد لقوات النظام بداخل فرع هذا المخابرات، لأن المنطقة المقابلة له هي أيضا تحت سيطرة قوات النظام. فلذلك يستطيع المصور أو أي إنسان النظام الدخول الإمداد العسكري إلى داخله، وهو يؤمن طريق انسحاب إذا ما ضغط عليه في ذلك المبنى. هذا فيما يتعلق بمبنى المخابرات الجوية، ماذا عن المناطق الأخرى في حلب؟ نعم، أما في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حلب فقد استمرت المعارك في جبهة الراموسة التي يحقق جيش المجاهدين تقدما واضحا في تلك الجبهة، حيث استطاعوا مساء هذا اليوم السيطرة على الفرن الآلي في حي الراموسة بعد اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا، حيث وجدت إحدى الجثث الضباط موجودة بداخله مقتولا داخل مبنى الفرن الآلي. كما سيطر أيضا جيش المجاهدون في ذات الجبهة على برج السيرياتيل وجامع الراموسة، وقتل العديد من عناصر قوات النظام هنالك. كما أيضا تم تفجير دبابة إسرى استهدافها بصاروخ B9، في حين أن قوات النظام وبعد منتصف الليل حاولت استعادة السيطرة على بعض الأجزاء في حي الراموسة، ولكن والحمد لله تم صد هذا الهجوم. أيضا كان هنالك أيضا محاولة أخرى لاستعادة السيطرة على نقطة عقرب عند سوق الجبس، حيث جيش المجاهدون أيضا أفشل تلك العملية. أريد أن أنوه قبل شكرا لك، نكتفي أن أنهي معك كلامي إلى لضيق الوقت. أبو مجاهد مراسل شبكة شام الإخبارية من حلب، شكرا جزيلا لك.